كينان يعني زكي أوسكو دعين كينان وثور داي فنانين تانا مراسين جرن أي أسورة سيدين عدو هدو جرن وحا أميسانا يكن كودو وينو يهي فنانين تانا أنو مرادين أي أسورة سيدين وإلى سحريرين عيان سعود سيدين ودهين تاباح نغطو يعني قف أنو سقار وراسين مجرن عدو هدو جرو حا أميسانا نو يهي تدك تدك كودو وحاكمتي وقلي على زكي وثور داي أصحانا سمين شركومتي ما دي والله ما أنا يا كسورة سدي وريا مسألة يا أنت إيسو سفرتي يقو تري هرجيس يقو سود دبي أصلاً معوق جوابي الأركا أديك يا كسورة سدي وحتى نكي صاحب الأهدين كل هذي نكاس نسكمبر أبال نملي هيت نكي إكابري باين كيرتي أرت الديال كان ديال حساس وعي سومالي يعني حديث خبصين سومالان إيه جوستين أو بد أو ليبي يعني دكتور إنه صور جوستين نكان أو صاحب كان هاي كانا وحود هاي نكان مركز كل عين أو سوف يستحود هاي عدو هدوجر وصاحب صاحب كودو عدو هدوجر وحاي مثلا إنه يعطيك دكتور كودو نكان دي أول ورد أصول سفر جري أو جوني واتس ملسيا أوجين نكان مركز وصفر أول ورد على أو مش الآن ملسيا أوجين جري لكن واحد كدرس تهرجيسة هذا مركز نكان وحاي على ذكي على إيش سفر جرتي وأنا مش هرجيسة يوم هذه وواحد كدو يبري جرتي نكان هذا عطاي مرك أسيجنا نيو أنا مخصوص في الجيران أذاب نكاس نسكبر هذا هذه نكيس عيب كأسال عسناك هذا هذا نيو نكاس نسكبر ساسا يوسورة عمل ساسا نسكيل بري يعني نيو مخصوص في العمل عطاي هاي أرتك كنا أنا وأنا أوجنا إن أمسس أدي وأدي أسافرتي أو كاميرا أمسس أو لسافرتي وأوجنا كاميرا أسافرتي ممكن يكرن كاميرا أسكله كاميرا أخذتي أمسس وأدي ساهل ساني كسوسو دوتس وخلاص بس يعني ثنانين يسوق دوا أربتي طلعوا ما كناش عنده ليش نوارك طلعوا ما كنا لتهم مركز لبدا خوف عيسى كدوس ما هم يا أي نفس الكل هيس ما هم يا واحد كدوس مدا سفهم وعي مركز لبدا خوف لي أغلد سكر سارة وأنا سلامتين بنتي ريالك حليمويكي يفرح ياسي وديبو سيلا بخير حي حليمويكي وهاي كانوا سعدان مراكو سي نمكو وجور سودان حبي أحمد أعطيك توقع فيديو أصوري كتاي وحين ده ذي وحنو سعد مراكو فرح سومالي تبلي يقولوا جو فرح حد كتب ولا لا نهاي وحكومتي وقلي شيخ ميل تاجن وحن داي حق مروكان كا دي قور ربان قدوه اي قورسان لحايين حليمو فارح كومت ديرين اي اللاب تقبو بشدة ايضا بحوق جوابتي الاركا فارح لبن دقيقة مرابو حوق مياه مدى علي ابنا وحيت هاي حليمويك ايجا معنا مركا لقدتك او ملك اللي قالوا بحوق نحان فارح لبن دقيقة واي فارح بريق واي محوق اذن يعني هادا ايس دابيا انت ناياس كلت وتقن وحيا بايا ساسو دان اردت انوا فهم الاي ee hadda markii shiiq meel taagan oo koorad asaahad uu ku dhili jiray oo macna oo inuu xalku xareesto macna waxa uu oo dhitin beena inuu sameen jiray halaas ma ku ogaatay laba daqiiqo taay anoo fahmi laa shiiq meel taagan aniga naftirkay xal wax soo saartay ee story facebook iyo whatsapp iyo soo saartay dadada waxay dhahay xalimo uu dhinay soo wacan uu leeyahay faarax balan malihid faarax saan waay faarax oo kale saan balan tan uu baxday aba baba ah war meel raqiis ah la wada aadi meel raqiis ah la wada arko 2000 ah meesha da old dirty 2000 arba oo dahab iyo 2000 iyo abe abile iyo hawide abile ayayde xanuunsan iyo hada la dhijiri meel raqiis ah la wada aadi oo isku wada arko ay ka marka xaliimo ay ayna waa tistay waxa dhahay marka nimankaas aadina camal nimankaas ay guur rabaan gabdhooda guursan lahayd waa sidaa shiiq meel taayn uu sheegay nimankaas ay guur rabaan gabdhooda guursan lahayd waa shiiq meel taayn marka xaliimooyinka oo Soomaaliya iyo gabdhaha Maroocaanka waxa raba inaa soo kala saartaan macna adiga naftirkaaga aad wadataa adiga aad i daawanay xaliim Soomaali ma wadataa mis xaliim Maroocaan aad wadataa kuma tii soo qor waxa arkay xitaa gabdha oo Maroocaan ah oo ay siisu basheerar ku raaxaysanay oo nimo Soomaali joogay ayo dhaan nafteena garan laba hudud ee iyo qadar arkay oo ay siisu Soomaali la baray marka meeshan dagaal culus ka jiro adiga naftirkaaga aad i daawanay yaa wadataa xaliim Soomaali ma wadataa mis xaliim Maroocaan aad wadataa kuma tii ku ogaan inaad 24 hours kadib qaado shiir meel taan ku dhacdina soo kala saar asiyaad biya qaldan waan idin salaamaa